فقدت الموصلة ثقلها السياسي بسيطرة أحزاب قادمة من خارج المدينة لتهيمن على القرار السياسي في المحافظة، مرحلة بدأت عقب الانتخابات النيابية الماضية بصعود شخصيات تفتقر للعمل السياسي وإدارة مباحثات مع جميع الأطراف في العاصمة بغداد. بالنسبة للمرشحين اللي انتخبناهم، احنا نريد يطالبون بحقوقنا من بغداد، ما نريد يجون هنا ويسوون لنا أرصفة ويسوون لنا شوارع ويسوون لنا شغلات، يعني احنا ما بحاجتها، احنا نطالب المنطقة المنكوبة يعني يعالجوها ويشوفوا لنا الجسور، واحد يريد يمثلنا ببغداد. انشغال نواب المحافظة بالشأن الداخلي والزيارات المكوكية التي يأس منها شارع الموصلي وابتعادهم عن واجباتهم الحقيقية عقب انتخابهم لتمثيل جماهيرهم في بغداد أظهر بوادر يأس لسكان هذه المدينة للأربع سنوات القادمة. تطلع الشعب الموصلي في خضم هذه المرحلة التي يمر بها مدينة الموصل، خاصة بعد نتائج الانتخابات وفوز البرلمانيين الذين يمثلون عن نينوى، فيطلبه المواطن الموصلي من النواب والبرلمانيين عن محافظة نينوى بعدم زيارة الدوائر في محافظة نينوى. نحن نريد منهم التوجه إلى بغداد والتفاوض مع الحكومة الجديدة. غياب القيادة السياسية عن ثانية كبرى مدن البلاد قد يضعف موقفها أكثر لتتصدر الأحزاب والكتل القادمة من خارج المحافظة على المشهد السياسي الذي بات عقيما في هذه المدينة. اليوم نينوى تحتاج إلى شخص حقيقي يمثل هذه المدينة، كل الذين كانوا في الدورات السابقة عن محافظة نينوى لم يكونوا أكفاء، كان هناك ترهلات كبيرة، كان هناك توجهات حزبية أكثر من ما هي خدمية لهذه المدينة. ووفقا لمصادر سياسية، أن تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر ضمن العديد من المناصب المهمة في نينوى وغيب القيادة السياسية عن المدينة لتكون حكرا على التحالف الذي هيمن على واقع المدينة سياسيا. عمر أزيدي، وان نيوز، الموصل.